مرحبا، اهلا فيكم فيديو جديد على قناتي تفاصيل علا. اليوم قررت اني اشوف السبب اللي مخلي نفس المونستير تبعي مو مبسوطه. انا شاكه بالسبب، حاحكي لكم يا جوات الفيديو. فانا قررت انه اني حافتح الجزور تبعها وشوف شو قصتها. حالي نصور فيديو نشوف سوا، وبحكي لكم شو الاخطاء اللي انا عملتها لحتى هيك صار بالنبتة تبعي. انا هي مونستير عنديها من 2020، فصلها تقريبا سنتين. كبرت منيح، جبتها كانت صغيرة. مثل مو شايفين حواف الاوراق عم تتحول للون البني والاصفر. اول ما نشوف هذا الشيء رح نعرف انه نحن عندنا مشكلة بجذور هي النبتة. استخدمت متر اللي بيخبرني على رطوبة التربة. التربة رطبة رغم اني انا صدي زمان كتير كتير صائدة، فأظن إنه المي عم يتجمع تحت بالحوض، فحنشوف هلا سوا إن شاء الله نقدر ننقذها وترجع صحية من أول وجديد. خلينا نقول إنه هذا الفيديو رح نشوف شو بنقدر نعمل وقت تكون نبتة بلشت تعطي أعراض إنه هي مو صحية، خاصة أو حواف الورق بيكون عم يحترق وعم يتحول لأصفر وبعدها بني. حنشوف شو المشكلة. غالبا وقت تكون في عنا هيك مشكلة بيكون سبب الجذور. كاندي عم تركض بكل مكان. مهم، فخلينا نبلش بتغيير الحوض تبعها. انا عامله من قبل على قناتي فيديو عن كيف نغير قصيص النبات، فما رح احكي كثير عن العمليه، احكي بس شويه مصحة سريعة. اول شيء اهم شيء انه ما ناذي جذور النبته، وقت نكون عم نحف التربه بس الاطراف بنحفهم. اللي هي الجذور الهوائيه تبعها للنبته بلشت تنزل بالتربه، ف عليهم. هلا واضح انه انا عندي حاليا التربة من فوق ناشفة كتير، وهون عندي كتير مدلولة بالاخير تشتشة، يعني حتى تعورجيكم كيف. التربة هون كانت ناشفة كتير، وهي القسم موجود فيه النبتة، جذور النبتة. اخر الحوض هون يعني متشتش التربة، مع اني حاطة اخر شيء ليك على اساس انه هنيك تجمع المي، بس الحوض شوي كبير زيادة عليها. مثل ما ملاحظين الجذور تبعها اقل بكتير من الحوض، اصغر بكتير من الحوض، فواضح انه انا عندي مشكلة هون، في عندي جذور هون متعفنة فلازمها حوض اصغر من هاد. هلا حاحكي لكم القصة حتى نفهم الموضوع العام. هي كانت عم تكبر كتير بسرعة، وصار الربيع انا كنت حابة اغير لها حوضة، فحطيتها بحوض كتير كبير، هذا غلطي الاساسي، وتركتها في فترة. فبالشتاء وقت كنت عم بسقيها كانت المي عم تتجمع تحت بسفل الحوض، لانه هنيك ما في جذور، ما في جذور تمتص هي المي، فالمي كانت عم تتجمع. فبعدها من قد ما تجمعت مي عندي وانا ماني منتبهة وعم بسقيها تعفنوا الجذور تبعها، و صارت يعني صار في مشكله بالنبات. انا حسيت انه هو صار نموه ابطا وهيك، بس ما كان عم يبدي اي مظاهر لانه الورق عم يحترق او شيء. بعدها انتقلنا من البيت القديم للبيت الجديد، فهون هي انصدمت اول شيء من النقله، واصلا الحوض تبعها هي ما مبسوطه فيه وفي عندها مشكله مي وهيك، فبلشت شوي انتبه انه هي عم اطراف الورق عم يحترق. فبعدها غيرت لها الحوض من الحوض الكبير لحوض عمليا مناسب لإلها، بس كانت هي اوريدي جذور تبعها عم تتعفن، فحتى الحوض اللي كان مناسب لإلها ستيل كان كبير بالنسبة إلها. فحاليا الشيء اللي حقدر اعمله اني انقلها لحوض اصغر، جدد لها تربتها، وعم فكر اصلها كم ورقة منه بكاسرها، ومنه بخفف عبء على الجذور. الجذور صغار كتير ما عم يكفوا انه ينقلوا غذاء لكل النبتة، فانا بهالطريقة رح خليها تتجدد اكثر وحفزها انه تعطيني ورق جديد. فأظن أني لحطها بهذا الحوض الشفاف، بهالطريقة بقدر راقب الجذور تبعها وضع التربة تبعها. رح نخلط، نعمل خليط للتربة سوا. في عندي فليت، في عندي تورف اللي هو بيتوموس، وفي عندي لحاق الشجر، وفي عندي لكا كمان ممكن شوي بآخر الحوض لكا. فخلينا نبلش تخليط. أول شي حنعمله إنه حنقيم هذا التراب القديم اللي سيء يعتبر حاليا بالنسبة لنا. مثل ما شايفين عندي كتير جذور متقطعة، خليني اقيم النبتة اول شي. هلا انا حابة احط النبتة بهذا الحوض لانه شفاف وبقدر اشوف
عمليا شو عم يصير بالنبتة. بس خلينا اول شيء نقيس الجذور تبعها. اظن هالقد هذا الحوض مناسب. اول شيء حابة اضيف طبقة من الليكة، ما رح كتير بس شوي. هون بهذا الحوض رح نجهز الخليط. هون عنا طرف، هون عنا فليت، هون عندي لحاق شجر، فقط معيار 2 3 1 فليت، 1 لحاق شجر. هذا الخليط طلع عنا نسبة البرليت والحاق شجر عنا في عالية. حرجع هلا عيد نفس العملية. هنقيم بقايا الجذور اللي تعبانة، عم حاول بعد التراب السيء. الجذور الهوائية على فكرة، لك عندي هون جذر هوائي، مبلش يطلع جذر صحي، فهذا الشي حيساعدني. خلينا هلا شوي شوي نضيف التربة. بحط التربة حتى قدر الامكان. حاليا هيك صار شكل النبتة. نسقيها اول شيء. اول سقي خليها. هلا انتبهت شغله، كانت عم تطلع ورقه جديده، هون كمان تعطيني ورقه جديده، وهون عم تطلع ورقه جديده. وضعها مو كتير سيء، يعني مو وضعها انه والله ما في منها امل. كنت ناوي اقص منها ورق، بس ما اني هلا لقيتها عم تطلع ورق جديد، فحاسه انه وضعها معناها ماله سيء كتير. ما عجبني شكل تربيطتها، رح زبط لها التربيطة وبرأيي بتكون حاجتها، مالت شوي كمان تزبطها. عم بكبس لها التربة لحتى تقعد الدعامة تبعها. هلا بعد ما شفنا نطلع لها نموات جديدة للصراحة تفائلت انه معناها وضعها مو سيء، ومعناها ما في داعي اني اصلها ورق، لانه اوريدي هي عم تطلع ورق جديد بدون ما انا حفزها اكثر من هيك. فحاليا هذا كل شيء حاعملها، حارجع احطها بمكانها اللي كانت فيه. بعد تقريبا حوالي شهر ونص هون طلعت الورقه الجديده اللي كانت ملفوفه، وهي ورقه جديده، وهون عنا ورقه جديده. النبته بشكل عام وضعها احسن من اللي كانت عليه، ووقف عنا ظهور اطراف بني. فمثلا هي ورقه جديده ليكون ما فيها شيء، ورقات الجداد صحيين. واتمنى يكون عجبكم الفيديو، كان هيك فجائي مثل ما قلت. حبيت اني شارك معكم هاي التجربه، لانه نبته المونستيرا هي كتير 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 غالي علي. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك واتركوا لي تعليق، واذا حبيت الفيديو او تحبوا النباتات فيكم تشتركوا بقناتي، وبشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي باي.